السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة راندامود وجديد جلابة المغربية. فيديو غادي يكون في غاية الروعة، في جلبات جداد وتقدروا تاخذوا منهم أفكار من ناحية الفصالة، كذلك الألوان الجديد ديال الطرز، كذلك الزواق ديال المعلم شنو اللي دارج على الموضة. يعني غتلقاو جميع التفاصيل في هذا الفيديو هذا، وفضلا منكم اخواتي المتتبعات ديالي، الى عجبكم لا فيديو خليو لي لايك ديالكم باش هكذا كيطلع الفيديو كيشوفوه ناس وحدين اخرين وكتعم الفائده. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي وعجباتكم يمكن لكم تشتركوا باش هكذا كيوصلكم دائما كل جديد ديال الجلابه المغربيه والقفطان. حتى لهاد الحد غنخليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. فعلا كاينين موديلات جد راقيه وجديده، يمكن لكم تاخذوا افكار على الفصاله، على التوب، على جديد ديال الطرز. مهم خليكم مع تتمه الفيديو، والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.